هو عمر سبعلي، النجم اللبناني في عالم اليوتيوب الذي تمكن بنوعية عمله وجودة إنتاجه أن يحتل المراكز الأولى محليا ودوليا في عالم اليوتيوب. ولأن التميز في هذا الحقل ليس سهلا نظرا للكم الكبير من المنافسة والمضاربة، فإن سبعلي الذي سافر في مطلع العام 2013 إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة تحصيله العلمي في جامعة نيويورك في مانهاتن وحاز على شهادة باتشلر أوف فاين آرتس، قد تمكن من توظيف معلوماته الجامعية من تمثيل وإخراج وإنتاج للتميز، فأسس أواخر عام 2015 قناته الترفيهية المعروفة باسم عمر سبعلي والمتخصصة بألعاب الرعب، وتمكن من حصاد أكثر من 60 مليون مشاهدة، وقد بلغ عدد المشاركين ما يقارب 300 ألف مشترك من مختلف أنحاء العالم. ونتيجة لتميزه فقد كرمته شركة يوتيوب بتسليمه الزر الفضي مرفقة برسالة تقدير من رئيسة مجلس إدارة اليوتيوب تشرح فيها أهمية هذه الجائزة وتهنئه على إنجازاته. وفي مطلع هذا العام احتلت قناته المركز الثاني عشر عالميا بين القنوات التي تتعاطى ألعاب الرعب، وقد قدم له موقع فيد سبوت قلادة إلكترونية ليضعها على موقعه الرسمي على الإنترنت. عمر سبعلي يتصدر حاليا قائمة اليوتيوب جيمرز في لبنان ويحتل مراكز مرموقة ومتميزة في العالم، وقد تحدثت عنه وسائل إعلام عالمية من بينها مجلات أسترالية. Come on, Chester. Show me how fast you...